بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تحفيظ الآيات الكريمة بطريقة الحفظ الموضوعي إن شاء الله تبارك وتعالى أسهل وأيسر طريقة إن شاء الله جل وعلا. فلننتبه بداية، ما موضوع هذه الآيات الكريمة؟ الآيات من آية 22 إلى آية 35. موضوع هذه الآيات الكريمة صفات عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين قهروا الطبع البشري الناقص وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. ممكن نضع عنوان مختصر لهذه الآيات: صفات عباد الله المؤمنين. صفات عباد الله المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. طيب، ثانيا شرح الآيات من المختصر في التفسير بأيسر وأسهل طريقة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نحفظ كلام الله سبحانه جل وعلا بفهم. يقول الله عز وجل: إلا المصلين. إلا المصلين، هذا استثناء من الله تبارك وتعالى بعد أن قال سبحانه جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فقال سبحانه وتعالى: إلا المصلين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. حق معلوم يعني نصيب معين فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو الزكاة للسائل والمحروم. المحروم من يتعفف عن السؤال. والذين يصدقون بيوم الدين. بيوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. غير مأمون يعني لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملكت أيمانهم يعني إيماؤهم المملوكات لهم. غير ملومين يعني غير مؤاخذين، غير مؤاخذين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. راعون يعني حافظون. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني قائمون أو مؤدون للشهادة دون تغيير أو كتمان. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. طيب، هذا كان بيان لمعاني الكلمات الغريبة التي جاءت معنا في هذا المقطع. الآن مع المختصر في التفسير. يقول الله تبارك وتعالى: إلا المصلين، يعني فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة التي مرت معنا في المقطع السابق، يعني الإنسان خلق هلوعا جزوعا منوعا. المصلين لا يوجد فيهم هذه الصفات الذميمة. الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد له. عندما يسمعوا النداء الله أكبر الله أكبر يسارع إلى أداء الصلاة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. والذين في أموالهم حق معلوم، يعني نصيب محدد مفروض للسائل والمحروم، يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان. والذين يصدقون بيوم الدين، يعني بيوم القيامة، يوم يجزي الله سبحانه وتعالى كلا بما يستحقه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. مشفقون يعني خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة. إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطئ فما دونه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني والذين هم لأماناتهم والذين هم لما اؤتمنوا عليهم من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون، لا يخونون أمانتهم ولا ينقضون عهودهم. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني قائمون بشهاداتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها.
والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل، أولئك في جنات مكرمون، يعني أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. والآن مع تكرار الآيات الكريمة، آداب التكرار ثلاثة. رقم واحد، ضع يدك على الكلمات أثناء التكرار إن كنت على طهارة حتى تجتمع معك الجوارح، اليد واللسان والسمع والبصر. رقم اثنين، اقرأ بصوت مسموع مع التغني بنفس النمط الذي أقرأ به. رقم ثلاثة، تفكر في الآيات في حال التكرار بنية التدبر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المصلين، إلا المصلين، إلا المصلين، إلا المصلين، إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، 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 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، 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 والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون،
قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والآن بعد هذا الشرح وهذا التكرار يكلف الطالب بقراءة هذه الآية عدد 50 مرة 30 نظرا 20 غيبا وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.